السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يعبر عن دعم موريتانيا للسعودية والإمارات ويدعو إلى رص الصفوف تجاه أمن المنطقة. التحالف الانتخابي المعارض ينتقد ما سماه الاختطاف السافر للعملية الانتخابية ويؤكد تصميمه على مواجهة ذلك. موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة بالعالم العربي ووزير الثقافة يقول إن حرية الصحافة لم تعد مطروحة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عبر الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز عن دعم موريتانيا القوي ووقوفها الحازم إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدينا بشدة ما وصفها الأعمال التخريبية التي قال إنها عرضت انتظام أمداد أسواق النفط والملاحة الجوية بالخليج للخطر. وأهاب عبد العزيز في خطاب نلقاه خلال قمة عربية طارئة بالمملكة العربية السعودية أهاب بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأعمال. إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نعبر عن دعمنا القوي ووقوفنا الحازم إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وندين بشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي عرضت انتظام إمداد أسواق النفط العالمية والملاحة الدولية في الخليج العربي للخطر. إننا نهيب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر سلبا على المنظومة الاقتصادية الدولية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال العبد العزيز إن الواجب القومي يفرض رأس صفوف للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، مضيفا أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تدعو إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن بين البلدان لمواجهة الأخطار ورفع التحديات. إن واجبنا القومي يفرض علينا رص الصفوف للتصدي معا لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة الذي يعتبر أساس أمننا القومي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن أمتنا العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تدعونا إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن والإخاء بين بلداننا لمواجهة الأخطار ورفع التحديات. فأمتنا بحكم المعتقد والتاريخ أمة سلام ومودة وإخاء، لكنها في ذات الوقت أمة عزة وكرامة، ولا سبيل إلى صون عزتها وكرامتها إلا بالمحافظة على أمن واستقرار بلداننا وتحقيق نهضة شاملة تستجيب لتطلعات شعوبنا إلى المزيد من التنمية والرفاة. انتقد المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية رئيس تحالف الانتخابي المعارض محمد المولود ما وصفه الاختطاف السافر للعملية الانتخابية، مؤكدا تصميم المترشحين المعارضين على مواجهة ذلك من خلال وحدة المترشحين ورفضهم لهذا التوجه. وأضاف المولود خلال مؤتمر صحفي مشترك نظمه أربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية نتشاور من أجل تحديد الإجراءات العملية لمواجهة ما وصفها المهزل لا يزال قائما، مؤكدا على خوض معركة ضد التزوير واختطاف المسلسل الانتخابي على حد تعبيره. احنا جينا هون لأن نعبروا عن رفضنا لهذا الاختطاف السافر للعملية الانتخابية وتصميمنا على مواجهة هذه العملية اللي هي عملية الاختطاف. وأول شيء لازم نواجهها به هو وحدتنا
هو وحدتنا، وحدة كل المرشحين اللي رافضين هذا التوجه الجديد. ونحن في تشاور من أجل تحديد الإجراءات العملية اللي لازم نتخذها لمواجهة هذه المهزلة اللي مبارك معها. بالطبع أعلن الخيار الأساسي واللي يالتكم تمشوا به من عندنا هو أعلن لن نترك هذه العملية يبقى هما به. العاد معولين أنهم لا ينقاطعوا، ما أنا لا ينقاطعوا، ما أنا ينقاطعوا ولا ينخوضوا المعركة ضد التزوير وضد اختطاف المسلسل الانتخابي. يدور خوضوا المعركة وفي الأيام القادمة يدور يظهر ذاك إن شاء الله. عين المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني شخصيات شديدة في حملته الانتخابية، وذلك في مذكرة صادرة عنه. وينتظر أن يقدم الغزواني برنامجه الانتخابي يوم الأحد في نواكشوط، وتتحدث مصادر من داخل حملته عن سعيه لإطلاق حملته الرسمية من العاصمة الاقتصادية نواديب. صادقت الجمعية الوطنية الجمعة على مشروع قانون يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، يعدل القانون النظامي الصادر في 12 أبريل عام 2012. وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمد العبد الله إن مشروع القانون سيمكن من تبسيط عملية الانتخابات وترشيد الموارد، إضافة إلى تبسيط تأمين مكاتب التصويت من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن. والقرض منه المسائل اللي تعرضت لها هو تبسيط عملية الانتخاب، وهو أيضا ترشيد الموارد ملي، وفم جانب آخر من ناحية العملية الجانب الأمني به اللي بعد احنا اللي مكلفين كأن بتأمين مكاتب التصويت. إذا عن فيهن فرصة لأن كانوا يعني يحصروا بعض المكاتب ما انطلقوا، يحانوا بعض أفراد القوات المسلحة والله قوات الأمن اللي مكلفين بتأمين المكاتب يعودوا يصوتوا، أحيانا يعودوا لا يتنقلوا من ولاية شور 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 ولاية. إذا عنها بالنسبة لنا لأنه وارد ومهم عندنا يصادق عليه به اللي في هذه النتائج اللي ده. قال بعض النواب لأن القوات المسلحة لأنهم يلتهم قاع ينعفوا من اقتراع، لا، هم مواطنين ويتمتعوا بحقوقهم المدنية ولا فما ما عندهم شيء يمنعهم من صوته. يغير قاع الترتيبات اللي لا هي تعدل في الاقتراع اللي ده ظاهر لي عن المكاتب، لا تؤد مكاتب تخلط مع المكاتب اللي عند الاقتراع العام، يكون إلى عدو ذكنات ما أحضاهم مواطنين يكمل الدخرة. من جانب آخر، صدق البرلمان الموريتاني على تعديل نظامه الداخلي، وينص التعديل الجديد على فرض عقوبات على النواب تتراوح بين المصادرة والطرد المؤقت وخصم ثلث علاوة الدورة. وتقول اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية إن الهدف من المراجعة هو ملائمة النظام مع مقتضيات التعديل الدستوري الذي أجري عام 2017. متابع. البرلمان الموريتاني يصادق على تعديل نظامه الداخلي المصادق عليه منذ عام 2011، وذلك من أجل ملائمته مع التعديل الدستوري الذي أقر عام 2017، والذي بموجبه أصبح البرلمان مكونا من غرفة واحدة. وينص التعديل الجديد للنظام الداخلي للبرلمان على فرض عقوبات على النواب من قبيل المصادرة والطرد المؤقت وخصم ثلث علاوة الدورة، وذلك في حال سب النائب الدين الإسلامي أو وجه شتما لرئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية. يدخل تحت طائلة نفس العقوبات من دعا للعنف أو مارسه ضد نائب آخر أو وجه شتما لأحد زملائه أو قاوم المصادرة البسيطة. تشمل المصادرة والطرد المؤقت منع النائب من المشاركة في 4 جلسات متتالية في حال رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، فإن الجلسة تغلق ويمدد الطرد ليشمل 10 جلسات. وتقضي المصادرة من الطرد بحرمان النائب من ثلث علاوة الدورة البرلمانية لمدة 4 أشهر.
وكان البرلمان قد شكل في وقت سابق لجنة تعنى بمراجعة نظامه الداخلي من أجل ملاءمته مع مقتضيات الدستور. وتقول اللجنة إن المراجعة الجديدة لنظام الجمعية الوطنية من شأنها تحقيق تكريس استقلالية الجمعية كسلطة تشريعية وتجذير الممارسة الديمقراطية وعصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية، إضافة إلى الاستجابة للحاجات الحالية والمستقبلية للجمعية وضمان الاستقرار والديمومة باستثناء حالة المراجعة الدستورية. ومن شأن تفعيل النظام الداخلي الجديد للجمعية الوطنية أن يحد من المشادات الحادة التي تعرفها أحيانا بعض الجلسات البرلمانية، سواء على مستوى النواب فيما بينهم أو بين النواب ووزراء الحكومة. تباحث السفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان مع المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام دا عبيد. وقال بيرام في تصريح لقناة المرابطون على هامش لقائه السفير الأمريكي أن مباحثاتهما تطرقت لملفات بينها الشراكة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية المرتقبة والشفافية والديمقراطية. جميع أنواع الشراكة بين الدولتين، وذاك اللي متضمن برنامج نحن فيك الشراكة وجميع المجالات، وذيك المآخذ اللي عندنا لذيك الشراكة، وذيك النواقص اللي عندنا فيها، وقلناها لهم وقالوا انهم ذاك اللي عندهم. شدينا اخبار مولي الانتخابات، شدينا اخبار الشفافية، أخبار الديمقراطية، أخبار الزرق، وذاك اللي مخوش منه كامل. على كل حال ظاهرنا أن جميع المراقبين الدوليين منهم ما كانت عنده الأخبار على الصحة، هم الشعب الموريتاني وجميع الأطراف فيه السياسية عندها الأخبار كامل. قال رئيس حزب البناء والتقدم الوزير السابق محمد العرس إن موريتانيا بحاجة إلى انصهار مختلف قواها دون تمييز من أجل بنائها للجميع. وعبر والبربص في حديث له بمناسبة انضمام تيار المستقبل من أجل العدالة والديمقراطية للحزب، عبر عن التطلع إلى موريتانيا متماسكة وموحدة. نتبنى نفس الآراء، نتبنى نفس الطرح، ظاهرنا بعلنا كاملين موريتاني لا بد لهم انصهار قواها كلها وابنائها كلها بدون تمييز من أجل بنائها للجميع، لليوم ولغد أفضل والشارق إن شاء الله. المهم هو بعلنا نختير ونقوله هون، أعلننا مرحبين بهم، نقول لهم نزلوا أهلا وسهلا بهم في حزبهم ومع أخوتهم، وأعلننا بهم إن شاء الله ندوروا نوصلوا إلى ما نصبوا إليه به، اللي ندوروا موريتاني متماسكة، موريتاني موحدة، موريتاني المواطنة، موريتاني كلها يعرف الثاني لا بعلن أخوه في الوطن وأخوه في الدين، ومواطن كنا يعرف الثاني بعنه مواطن ويمثله في بلد منين عاد ومتى كان الوقت. معناها أعلننا مرحبين بيهم ونقولوا بعلنا نزدنا. وقع وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد المحام ورئيس الاتحاد الدولي للصحافين فيليب لورث في العاصمة نواكشوط على إعلان حرية الصحافة في العالم العربي. قال وزير الثقافة إن موريتانيا تجاوزت مسألة الحرية التي يتضمنها الإعلان الموقع عليه، مضيفا أن موضوع الحرية لم يعد مطروحا وإن المطروح اليوم هو مأسسة الإعلام، مؤكدا السعي إلى تحقيق ذلك. واليوم يتعزز هذا المسار
بتوقيع بلادنا على إعلان الحريات في العالم العربي الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يتماشى مضمونه مع المنظومة القانونية لبلادنا، وكلنا عزيمة وإصرار على أن مسار حرية الإعلام في البلد سيتعزز ويصان بإذن الله. كما أكدت لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أن مسألة الحرية المطروحة بهذا الإعلان أننا قد تجاوزناها في عدة نقاط، ونحن متقدمون على هذا الإعلان في عدة نقاط من جوانبه، وهو ما أشرت لسيد رئيس الفيدرالية الدولية. ثانيا، أن موضوع الحرية لم يعد مطروحا في بلادنا بهذا الشكل لا للصحفيين، وهو أصبح من الموضوعات المتجاوزة. ما نصب إليه الآن هو مؤسسة الإعلام، هو تحوله من 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 من, من إعلام كان يرنو إلى الحرية إلى إعلام مؤسس ومنظم له عائداته وله إسهامه في الاقتصاد الوطني، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه. وزعت شبكة الصحفيات الموريتانية دليلا للتغطية الانتخابات على عدد من الصحفيين، وذلك خلال نشاط نظمته بالعاصمة نواكشوط. وقالت رئيسة الشبكة خديجة المجتبى إن الدليل يتضمن المبادئ الأساسية للعمل الصحفي والتغطية الصحفية المهنية، إضافة إلى توصيات خاصة بأمن وسلامة الصحفيين. مواكبة منها لأجواء الانتخابات الرئاسية التي هي على الأبواب، ممثلة في استحقاقات 22 يونيو 2019، اهتمت شبكة الصحفيات الموريتانيات بتزويد الصحفي بما يلزم من معلومات تساعده في أداء عمله أثناء التغطية بمهنية وفي ظروف مناسبة. ولذلك قمنا بإعداد دليل يعين الصحفي على أداء عمله. ها نحن اليوم نوزع دليل الصحفي في هذه الاحتفالية، ويتضمن هذا الدليل فقرات ضمنها المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، التزامات الصحفي، فترة ما قبل الانتخابات، فترة الانتخابات، توصيات خاصة بأمن وسلامة الصحفي. ويعد هذا الدليل ثمرة من ثمرات ملتقى نواكشوط الإعلامي الذي نظمته الشبكة أيام 6/7/8 بشهر 5/2019. تشهد عدد من مدن الداخل الموريتاني تراجعا في نشاطها الاقتصادي بفعل هجرة العديد من السكان إلى العاصمة نواكشوط خلال فصل الصيف. مدينة جرو بولاية العصابة تعتبر إحدى المدن التي يتضرر نشاطها الاقتصادي من هذه الهجرة التي تحصل في مناسبات مختلفة. نتابع. وفرة في العرض واستعداد تام لوصل الليل بالنهار في مكان العمل، هكذا هو الحال بالنسبة لحال محمد العامل بأحد المجمعات التجارية بمدينة جارو. بيد أن ارتفاع درجات الحرارة والتي تقترب من 50 درجة مئوية أفرغ المدينة، فلم يبقى فيها إلا القليل. ما شاء الله جو بعض الأحيان مرة عود مريح، مرة عود فيه الحمان، مرة عود بارد، مرة عود حامي، وكثير بعد لا الحمان لا فرق لا بين الحمان لا حركة الناس لا بس كثرت الناس قاعد ما شو طرق البرود بالنسبة لنا إحنا لامزنا دا حاكم يا بلادنا. محمد حمود تاجر آخر بالمدينة منذ سنوات، لكنه لاحظ منذ السنة الماضية نزوحا لساكنتها فأثر ذلك على التجارة كسادا. يبذل محمد حمود جهده لتوفير ظروف البقاء لمن بقي معه في إحدى أكثر مدن الوسط الموريتاني حيوية اقتصادية، ويجري اتصالاته لإقناع النازحين إلى نواكشوط بالعودة. السوق تقول فاضي وهذا حقيقة نبيه عماء، وهذه الهجرة ضارة بالمدينة. وأنا شخصيا قد سولت واحد من هذه الأطباء دكتور ما شاء الله معلوماته ما شاء الله، وقال لي قالوا تصح أرضه الذي نجي الحمى.
تتوفر في المدينة وسائل مختلفة للترفيه عن الشباب، لكنها حاكت سوق الملابس وأوصدت بابها مبكرا، وربما صادفتك شريحة المجتمع الأكثر نشاطا في الشارع، وإن حدث فهنا الوجهة حيث لا يكاد يختلف الوضع. شبابهم إن شاء الله دائما يجون يقبوا ماتشات، يقال ياسر فيهم عاد وقسم معك شوطة يكنو زين فيهم بعتهم وصوم رمضانهم، رمضانهم مع مال شيء زين. بضعة شبان فقط وصلوا هذه الصالة الرياضية وحددوا لمباراتهم وقتا متأخرا من الليل، فقلة الطلب تسمح بذلك وأكثر. 5 أيام تفصل مدينة غيرو عن عيد الفطر المبارك، والملاحظة التي يجمع عليها كثيرون هنا هي الهجرة الجماعية لسكان المدينة إلى نواكشوط. محمد أحمد الخوي، قناة المرابطون، غيرو، ولاية العصابة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يعبر عن دعم موريتانيا للسعودية والإمارات ويدعو إلى رص الصفوف تجاه أمن المنطقة. التحالف الانتخابي المعارض ينتقد ما سماه الاختطاف السافر للعملية الانتخابية ويؤكد تصميمه على مواجهة ذلك. موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة بالعالم العربي ووزير الثقافة يقول إن حرية الصحافة لم تعد مطروحة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.